جالي تليفون كانت حوالي الساعة 3 وربع كده وانا كنت في الشغل. واحدة تكلمني بتقولي الحق مراتك واحد دبحها واحنا وديناها مستشفى بتاعت الرحمة جنبينا نوت. بس انا طبعا سبت اللي في ايدي ومعرفش ازاي لبست وازاي نزلت وازاي خرجت وازاي جيت. دي بتاعت ربنا يعني. كان في مهندس موجود بتاع صيانه في الفيلا وكده اهوت. قلت له معلش وديني على الشارع بره. خدني وصلني لحد الدائري فوق. مشيت الدائري خدت تاكسي لحد اللي ورايا اهوت لحد ما جيت. جيت لقيت ام سمعان في المستشفى جوه وابني الكبير سمعان مسندها ودي مفتوحه. يمكن شفتوا الصور وراك الدكتور بيخيط ابتدي شغال. لسه بقول فيه ايه ولا ايه اللي حصل ولا ايه اللي جرى. الدكتور قال لي معلش سيبني اشوف شغل ان الوضع خطير. انا خرجت بره ابتدي اسال الناس اللي واقفه ايه اللي حصل ولا ايه اللي جرى. في شاب كده صغير قال لي يا عمو في اللي حصل هنا في الشارع اللي جنبينا في عمان عم رياض هنا واحد مسكها ودبحها بالسكينه ووقعها ومشي. انا رحت سالت الناس هناك. كان في موان اللي هو وقت قصاد او حصل الواقع ده قصاده. فسالته ايه اللي حصل وكده هوت. فقال لي احنا كنا قاعدين كلنا وفجاه لقينا المدام بتاعتك بتصوت وبتقع في الارض وواحد ماسك سكينه ودبحها ووقعها وماشي. في واحد اسمه محمد يعني كتر خيره محمد ده هو يعني هو اللي بيشاهد الواقع من اولها لاخرها وكان معانا من اول لحظه لحد ساعتنا هذا يعني. رجع بتجيب فطار من الشارع ده وحصل كده كان الساعه 3 الظهر يعني يا دوب صحينا. كنت انا حتى لسه ما صحيتش شويه نزلت تجيب فطار وكانت لوحدي. ايه ما عمل كده ما تعرفش منه نفسه من غير اي سبب هو ملوش اسباب هو بس الكلام على كلامه هو واللي هو قاله اللي هو المحامي بيكلمه كده بيقول له عشان شعرها اصفر ولابسه صليب وكده ولا انا بكره المسيحيين حتى. بس الكلام ده يعني هو السبب ده هو اللي هو قاله بنفسه.